شكرا جزيلا الأخ محجوب، وشكرا لجميع الحضور الكريم في هذا المناسبة التكريمية لسمية العمراني. في الواقع هو من شبه المستحيل أن نعطي شهادة عن سمية العمراني، خصوصا أنا الذي رافقتها طوال 33 سنة من الحياة المشتركة بحلوها مرها. ولكن سأحاول التركيز على بعض الخصائص التي كانت تميزها، أولا كزوجة وكشريكة حياة، وثانيا كأم. سمية العمراني كانت امرأة المبادئ في حياتها، لا حياتها الخاصة ولا حياتها العامة. سمية العمراني لم تكن أبدا لتلهث وراء المال أو المناصب. لو اطلعتم على رصيدها المالي لتبين لكم ذلك بشكل جلي وواضح. أما من ناحية المناصب، يعني لو كانت لديها طموحات بالنسبة للمناصب لكانت وصلت شأوا كبيرا، ولكن لم يكن ذلك أبدا من اهتماماتها. الخاصية الثانية التي أشهد بها لزوجتي سمية العمراني رحمها الله، وهي أنها امرأة عنيدة. امرأة عنيدة عندما تخطط للوصول إلى أهدافها لا تقف أمامها العقبات ولو كلف ذلك ما كلف. وكانت كذلك عندها قدرة كبيرة على العمل وتحمل المشاق. عندما ترون عدد الجمعيات والعمل الرسمي والاهتمام بشؤون العائلة، سوف تتساءلون كيف كانت هذه السيدة توزع وقتها بين كل هذه المهام وهذه المسؤوليات. كذلك كانت امرأة ذات أخلاق عالية، خصوصا في التعامل مع مخالفيها الذين كانوا يلجؤون بعض المرات لأساليب غير أخلاقية ومنحطة، ولكنها كانت دائما تترفع عن هذه الأساليب إيمانا منها بأن أحسن طريقة للسير قدما إلى الأمام هو التغاضي عن مثل هذه الممارسات التي كثيرا ما نراها في الجمعيات. سمية كأم عانت كثيرا كثيرا، بالخصوص مع مجيء ابنتها التي كانت مصابة بالتوحد آية. يومها نعيش في ساحل العاج في أبيجان، ولم تكن لها أي وسيلة للتكفل بآية من الناحية التربوية، من الناحية السيكولوجية، من الناحية يعني التكفل بها كطفلة توحدية، وكانت تعاني كثيرا، وأثر ذلك كثيرا على مسار حياتها، لأنها كانت تقول دائما لو أننا اشتغلنا مبكرا على حالة ابنتنا لكانت تحسنت كثيرا.
لو دياغنوستيك ديال الاوتيزم ديال ايا ما تعطانا حتى ل 2000 حتى رجعنا للمغرب حتى 2004 2003، يعني حتى كبرت ايا، في حين ان حيت كنشتغلوا مبكرا على حالة التوحد من ابتداء من السنة الثانية الثالثة أو الثالثة، تكون النتائج أفضل بكثير ويكون التحسن. ومع ذلك استمرت سمية في نضالها من أجل الأطفال الآخرين، ولو أن ابنتها في غالب الأحيان كل شيء اللي كانت كدير سمية ما كانش كديره بنتها، كانت كديره الناس الآخرين، ومع ذلك تسمع الكلام المسيء أو المشين من الناس الذين كانوا صراحة يحسدونها، ولا أدري ما كانت مبرراتهم. على كل حال، سمية كانت نذرت حياتها كلها لبنتها آية، مما كان يسبب لها بعض المشاكل مع بنتيها الأخرتين خولة ونسيبة، وكانت دائما تحاول لعب دور ما يقول الفرنسيون ليكيليبريست، كانت تحاول توازن بين بنتها آية وبين بنت جبنتها الآخرين، وخصوصا في السنوات الأخيرة كانت تولي اهتماما كبيرا للبنات بصفة متوازنة، وكانت آخر نشاطاتها مع بنتها الكبيرة أنها كانت تعدها للزواج، ولكن إرادة الله أرادت غير ذلك، فألقت علي مسؤولية كبيرة أن أتمم ما كانت قد بدأته هي. في آخر هذه الكلمة أريد أن أثير شيئا مهما جدا، وهو أن سمية تركت وراءها إرثا كبيرا وثقيلا، والمقابل تركت في أعناقنا كلنا دينا، وهو مواصلة ما كانت قد بدأته. لا يمكن أن أذكر سمية بدون ذكر السيد محمد الخضري رحمه الله حتى هو. كنت أتذاكر قبل أيام مع عبد المجيد مكني، قلت له أن الركائز الكبرى للحركة الحقوقية المدافعة عن حقوق الأشخاص المعاقين سقطت مرة واحدة، يعني فالتحدي كبير والمسؤولية أكبر في القيام بمواصلة المسير ومواصلة المهام التي كان يقوم بها هذا الشخصين يعني العظيمين سي محمد الخضري وسمية العمراني. وأتمنى من الله أن تكون هذا اللقاء هو شرارة الانطلاقة الثانية إن شاء الله في مواصلة الطريق لتكريم ذكراهما ولتخليد ما قام به. والسلام عليكم ورحمة الله.